خلي بالك، هو هيرفع عليا قضيه الوقت. امال الكلمه دي؟ ده ماشي، هو حنس القسم وانا عم بقى في بلاء للنبي سب القسم. وهو لما سب القسم هم الجماعه العجائز العجز فكريا اللي في المغاره اللي في المواطن. تقيل عليك يا دكتور مرسي الشيله ما تشيلش، تقيل عليك يا دكتور قنديل الشيله ما تشيلش. فشل ان الطفل عندك تمن وارخص من الموبايل 5000 جنيه يا كافر. 5000 جنيه هو ده تمن الطفل ولا ملايين الدنيا تعوضه؟ واقع مزيف وحقائق مغلوطة تختلقها وسائل الإعلام وتبثها في إطار من الفوضى والخوف. الإعلام قاعد نازل فينا سواد ليلا ونهارا لتبعث برسائل تثير الشك وتزلزل الاستقرار. الذي يكذب كذبة فتبلغ الآفاق. إنه السلاح الإعلامي الذي يغيب العقول ويتلاعب بإرادة البشر ويسلبهم القدرة على التحليل والتدبر، ويصبح تابعين منقادين لوسائل الإعلام تحركهم كيفما شاءت لتحقيق أهدافها الخاصة. ما وجه لمؤسسة الرئاسة في الشهور الثمانية الماضية يمكن على الإطلاق أن نطلق عليه الدعاية السوداء. الشعب المصري يتعرض لأكبر ربما عملية دعاية سوداء في تاريخ الإنسانية. فتصبح الوسيلة الإعلامية صانعة للمعلومة وليس ناقلا لها. تذهب هذه الدعاية السوداء إلى محاولة إعادة مصر إلى عصر ما قبل الدولة. توجه نحو التدمير لكل ما هو قائم بحيث يفتقد أصوله وجذوره ويندثر أو ينهار، لتحقيق مآرب في الغالب مآرب شخصية. نشر معلومات ومواد ربما تكون أكاذيب مختلقة تماماً للتأثير على المتلقي في مستوياته المختلفة. حالة من الحرب النفسية التي تمارس من قبل طرف سياسي ضد طرف آخر، تفتقد للموضوعية وتفتقد للحيادية وتفتقد للمهنية. الدعاية السوداء يعني عنصر فتاك، لأنها بالكذب وبالتزوير وبالتضليل وبالحيل وبالدسائس وبالمخادعة تريد أن تحقق أهدافها. في كتير من الأحيان وعلشان الفكرة تلقى قبولاً لابد أنه يكون في جزء منها متعلق بالواقع، وهدفه أنه يبدو صادقاً. فلكي يبدو صادقاً أحياناً يستند إلى معلومات دقيقة ويستخدم شكل انتقائي في المبالغة. بيتم زراعة فكرة معينة، أقوم بعد كده لما أبتدي أنا أستخدم الفكرة دي وكأن الفكرة دي بتاعتي، وهي مجرد فكرة اتزرعت في وعي أو حتى أحيانا في اللاوعي أو الوعي العميق عند الإنسان. تغيير الأجندة الوطنية بيبدأ باللعب في الدماغ، في الوعي الجمعي، في الوجدان المصري، في تدريب الأذن المصرية على سماع ما لا يمكن أن تقبله. كذبة هنا وأخرى هناك، تعرف كل واحدة طريقها ومسلكها. وفي مجتمع يمتلئ بالأكاذيب تتلاقى فتجتمع، يقوي بعضها بعضا، تملأ جنبات الفكر فلا تترك للحقيقة متنفسا، وتمتلئ عقولنا بأكاذيب سوداء. أساليب مختلفة ومتنوعة تنتهجها الدعاية السوداء للوصول إلى عقول الجماهير والنفاذ إليهم لتحقق أهدافها في إشاعة التوتر والخوف في نفوسهم. الكذب والتشويه. عندما تعجز وسائل الإعلام عن تحقيق مرادها تلجأ إلى التلفيق واختلاق الأكاذيب. الأمثلة على الدعاية السوداء والشائعات والأخبار المختلقة والمكذوبة لن تنتهي، وممكن نقعد نتكلم في عشرات، لأنه تقريبا ما لا يمر يوم إلا وشائعات بتطلع كتيرة. لما كثر الكذب وزاد وازداد وأصبح زي الجبل، إن كل يوم كل يوم هناك
من 10 ل 15 كاذبة تبدأ بمؤسسة الرئاسة وتنتهي بأصغر عضو أو شخص في الـ أنا شخصيا فوجئت أنني في يوم من الأيام كنت رحت حضرت مؤتمر حزب البناء والتنمية المليونية اللي كان عملها عند جامعة القاهرة، فوجئت رحت هناك سلمت عليهم ويعني شاركت معهم يعني مدة قصيرة على قد ما استطعت ومشيت. فوجئت أن إحدى القنوات بتذيع أو المذيعة بتتكلم بتقول أن حدث تشابك بالأيدي بيني وبين أحد قيادات هذا الحزب. أنا الحقيقة ما كنتش أحب أبدا أن أنا في الأيام أضطر أن أنا أتصل بيكم أقول لكم الخبر كذب في كذب في كذب في كذب في كذب في 10 كذب. مش ممكن أبدا أن حياتنا كلها تبقى عبارة عن تكذيب في تكذيب في تكذيب أخبار. يعني احنا عايزين نقف عندي يعني نوقف الكذب شوية عشان الناس تصدقنا بعد كده. الناس خلاص الناس قرفت مننا وقرفت من الإعلام وقرفت من الكلام ده كله. كلمة فيها كذب، الإيحاء فيه كذب، المضمون فيه كذب، الوقائع فيها كذب، الطريقة نفسها طريقة الأداء نفسها وطريقة الشرح نفسها. مثلا مولعين المجمع العلمي تطلع مذيعة مثلا من أشهر المذيعات اللي هي أعصابها مشدودة على طول وبتتكلم وتقول لك ما هو طبعا الشباب، ما الشباب هيعمل إيه؟ ما الشباب مكبوت، الشباب المكبوت ده هيعمل إيه؟ خلاص بدل ما الشباب يتكبت يطلع يحرق المجمع العلمي. التكرار. تعتمد وسائل الإعلام لتأكيد المعلومات الكاذبة في أذهان المشاهدين على تكرارها لتتحول من دائرة البحث والمراجعة إلى دائرة المسلمات التي لا يتم مناقشتها اعتماداً على ذاكرة المشاهد الضعيفة. جزء مهم جداً 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 من الدعاية السوداء بيعتمد على التكرار، وكان جوبلز بيقول اكذب حتى يصدقك الناس، علشان تدعم فكرة كاذبة كررها كررها كررها. إرسال رسائل مكررة وعبارات واستنباط جاهزة ده بيخلي المتلقي دائما بيصدق المعلومات اللي بتيجي بعد كده. هو بيعمل ايه؟ هو بيبعت لك رسالة بيفضل يكررها كتير. تكرار معلومة معينة او فكرة معينة الزن على الودان امر من السحر. افلاس مصر يمكن ان تعلن افلاسها. افلاس كامل للدولة. مظبوط. إفلاس مصر قريبا سيعلن إفلاس مصر. والشيء أحد أدواتها الرئيسية في كل مرحلة من مراحل التكرار يضيف إليها الجديد. ما الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك هو وجود أرض خصبة لمزيد من الانتشار لهذه الشائعات وتحقيق مزيد من التيئيس لدى الشعب في توقيت ما وفي مرحلة ما ونوع من التهييج ومن الإثارة. الشائعة هو خبر مختلق بيتلقاه الإنسان بدون تحقق. إذا كان حدث أو قضية يحظى باهتمام الناس حول مصائر الحياة، حول اقتصاديات الوطن، أعتقد أن كل ده لو اكتنفوا غموض وعدم وضوح أعتقد أن ده بيساعد على انتشار الشائعة. هذه الشائعات لا تستهدف إيصال معلومة لأنها تقوم في الأساس على معلومة كاذبة أو معلومة تستند إلى شيء ظاهري يعطيها نوعا من القبول الوقتي. في جو من الريبة والضبابية تتهيأ الفرصة لنشر الشائعات بسهولة وسرعة تمكن من تكريس الفوضى في المجتمع. تهدم المجتمع لتحيله إلى مستنقع أسود. ببث أخبار كاذبة لتشويه الخصوم السياسيين وتأليب الرأي العام لصالح أهداف مروج الشائعة. مطلق الإشاعة غالبا بيكون إنسان صاحب غرض وبيطلق الإشاعة طبقا لما قلناه من ذلك، هي كلام مختلق بس متربط كده تربيطة معينة بحاجة في الواقع ويلقى هوى في الجمهور اللي بيستمع إلى الإشاعة. بتيجي بعد كده مرحلة الالتقاط زي ما قلنا، من يلتقطون الإشاعة وهو الجمهور العام هنا بياخد الإشاعة وهو قلنا إنه هو جاهز للاستلاب جاهز للترديد كالببغاء. بتيجي وسائل الإعلام الجديد من الشبكات الاجتماعية على الإنترنت والفيسبوك وتويتر وغيره بتعمل إيه؟ بتعمل نوع من أنواع التضخيم في النشر.
منافذ عديدة تؤدي إلى سرعة الانتشار، تعتمد على قادة الرأي في بعض الأحيان، تعتمد على السرية في ترويج المعلومة. ممكن الشائعة الآن تنتشر مش في أيام ولا في ساعات، ممكن تنتشر في دقائق. الناس اللي اتكلموا في الإشاعة بيقولوا انه الناس بتصدق الإشاعة ومش هتصدق غالبا التكذيب، عبل ما الكلمة الشهيرة لتشيرشل اللي بيقول فيها انه عبل ما الحقيقة تكون ارتدت ثيابها هيكون الكذب انتشر وملى الدنيا. التحريف، وهو ما تقوم به بعض القنوات من تحريف بالقص او الحذف وتغيير مسار الخطاب حسب ما يريدون لخدمة اهداف محددة. قد يستخدم مثلا حقيقة معينة ولكن يضعها في سياق إيحائي أو عاطفي مختلف. وحينما لا يكون الكذب ممكنا يكون لفت الأنظار عن الحقيقة الأسلوب البديل، فيتم تضخيم بعض الحقائق وإخفاء ما قد يتعارض مع مصالحها، رغم أن منظمات نسائية وحقوقية وثقت حالات اغتصاب جماعي لأكثر من 19 فتاة وسيدة في التحرير، إلا أن الإعلام تجاهل هذه الجريمة الكبيرة ولفت الأنظار إلى تعرية مواطن أمام قصر الاتحادية. الراجل ده اتقبض عليه من شوية، دخل المدرعة وطبعا شفنا الضرب وقلعوه هدومه ورجع نزلوه من المدرعة مرة تانية وضربوه. عندما تتفحص الصورة جيدا تدرك أن خطيئة كبيرة تحدث. دي عربية وليها رقم، يعني معروف مين العساكر دول، وقلعوا المواطن بلبوس يلا. أسلوب الشعارات، وهذا الأسلوب يرتبط بالتكرار لأن الشعار هو تعبير موجز، فيكون التعبير شعارا يسهل حفظه وتكراره. من أكثر الأدوات اللي بتشتغل كمان في الدعاية السوداء ما يمكن أن يسمى بالقوالب اللفظية الجاهزة، أو اللي أنا أول بتسمى يعني الكلاشيهات. أنا بديك إفيه أو كلاشيه أو أحيانا يسمى شعار، أخوانة الدولة شعار خاوي من المضمون أو مضمونه غامض أو غير معرف، فأنا بديك إفيه بحيث أن الإفيه أو الشعار ده ممكن بعد كده أروح رميلك معلومة تروح مشبكها على الإفيه وتبتدي تروجها. على مستوى الدول الدعاية السوداء فعلا نشأت في ظروف حرب وفي مواقف صراع، لكن في داخل المجتمع هي تنافس أو صراع يحتد فيدفع بأحد الأطراف إلى أن يزيح الطرف الآخر. الحقيقة أنه الإعلام الآن فيما يتعلق بالأخبار بيتعامل مع الأخبار ومع الأحداث بمنطق درامي. كلنا بنعرف وبنشوف أن احنا المادة الأكثر مشاهدة هي التوك شو. التوك شو يعني فيها شو، والشو يعني عرض. عرض يعني الناس في جزء من المسألة ان هم بيمثلوا. انا لما بتفرج على توك شو انا مبدئيا مضيت كونترات ومضيت تعاقد غير مرئي، يعني ما حصلش بس كأنه بيحصل، على ان جزء من الطريقة اللي انا هستقبل بيها المعلومات فيها شو، والشو يعني في مبالغة، يعني في تضخيم، يعني في تعميم، يعني في حجج غير منطقية إنما حجج عاطفية، في مغالطات منطقية كتير. وبالتالي فنحن الآن يعني في وضع لا نحسد عليه، صحافة صفراء من الصبح للظهر، من الظهر للعصر، نت وفيسبوك ويوتيوب وغيره وغيره، وكله برضه دعاية سوداء. من المغرب للعشاء قنوات فضائية تستهدف إنها تكرهنا في عشيتنا، من العشاء لغاية الفجر كيف نحول الناس إلى بني أدمين يكرهوا نفسهم، يكرهوا بلدهم، يكرهوا نظامهم، يهجوا من البلد. هذه الدعاية السوداء حاولت أن تستغل كل تراثها في مجابهة الرئيس مرسي بطريقة لا أخلاقية. في الواقع إنه هذه الطريقة اللا أخلاقية تؤثر في مناقشات الناس وتجعل كثيرين متحمسين ضد الرئيس.
لم يجد الإعلام أفضل من إثارة الشبهات حول صحة الرئيس وتحديدا عقله لتوجيه دعايته السوداء ضده لتقويض أي فرصة لنجاحه أو استمراره وتشكيك ناخبيه في قدراته. كان الهدف الحقيقة في هذه المرحلة هو محاولة التشويش على صحة الرئيس حتى يتأثر من يريد أن يعطيه صوته. بكرة طلعوا التقارير الطبية بلجنة مستقلة تتكلم على حالة الدكتور مرسي وهل يستطيع أن يدير ولا غير لائق طبيا للرئاسة. كان الرد واضحا وصريحا. خليني أقول لحضرتك الدكتور مرسي وأنا أستاذ في الأشعة وأنا بعمل له الأشعة بنفسي أي. كان عنده بروز ليس في المخ ولكن في الرأس في الجمجمة يا فندم في العظم مش في المخ يا فندم ليس ورما في المخ. السيد الرئيس دحض هذه يعني الشائعة عندما ظهر بعد ذلك في عدة مواقف كان من بينها ما ظهر في أكتوبر أثناء احتفالات أكتوبر وعندما تحدث إلى الجيش وذكر الرقم الخاص به رقمه العسكري الخاص به وحرصه أيضا على أن يذكر أرقاما يتوه لها الكثيرين مرتجلا ليست من أوراق وهذا أيضا كان دليل على أنه يتمتع بهذه الدرجة العالية من التركيز العقلي. ولأن الرئيس تم انتخابه بأغلبية أكسبته الشرعية تلجأ الدعاية السوداء لتقويض شرعيته من خلال بث شائعات بأنه واجهة لشخص آخر هو الذي يحكم. الاستهداف الإعلامي في الحديث عن قدرات الرئيس هو شيء من الطعن في إمكانية أن يكون هو رئيس مصر أو أن يكون هو من يتولى هذه المسؤولية. لما يجي أحياناً أو في مرات متتالية يكون الأستاذ المرشد لجماعة الإخوان المسلمين بيطلع يصرح تصريحات في شؤون عامة تمام؟ هو بيصرح ممكن يكون بيصرح كمواطن لا إزاي تتاخد هذه التصريحات وتتحط وتتبروز إن المرشد بيقول وإنه بالتالي دي بتعمل نوع من أنواع التوجيه السياسي أو بتتاخد كتصريح لشخص داخل في دولاب العمل السياسي علشان في الآخر تترسم الصورة أو تبقى الحدوتة إنه مصر بتخضع لحكم المرشد. أنت تحول هذه المسألة إن مصر تحت حكم المرشد دي حدوتة تانية. تقف وتحشد الناس وتخرج بنفسك تطالب بإسقاط حكم المرشد. قولوا لنا ان المرشد بيحكم اصلا هتفرق ايه اسمه المرشد او اسمه الرئيس. تصور المرشد هو تصور غير دقيق لدى المواطن العادي فاذا شعر ان هناك من يوجه السيد الرئيس وهو ربما رئيس جماعة دينية ربما له أطماع معينة له وجهات نظر معينة ربما يؤدي هذا ايضا الى إثارة القلق لدى المجتمع. يسقط حكم المرشد؟ قلت له والله الذي لا إله إلا هو ليس لي سلطان حتى على طلابي فأنا في أجازة بدون مرتب من كليتي التي كنت فيها أدرس لطلابي فلم يعد هناك سلطان لي على أحد إلا سلطان الحب. ويعد أسلوب تشبيه الرئيس الحالي بالرئيس السابق دعايا سوداء مزدوجة ضد الرئيس الجديد لإثبات فشله وضد الناخبين الذين ثاروا على مبارك من أجل شخص مثله تماما حيث يعمل الإعلام من وراء هذه المقارنة المستمرة على إثارة الإحباط في نفوس الجماهير التي ثارت على مبارك وانتخبت مرسي بدلا منه. نفسها ذاتها لفظا ومعنى سلوكا ومبنى حرف حرف فكرة فكرة هي أفكار النظام السابق تماما. إن حكم مرسي هو ذاته حكم مبارك وإنه كل الفارق هو لصق تيكت إسلامي على بضاعة مبارك نفسها. فيما يخص عمل إفي أو شعار إنه مرسي هو مبارك ومبارك هو مرسي لا ده واضح جدا إنه من وراء أهداف كتيرة
اولا بيتعمل ازاي؟ خلينا نقول بيتعمل انه اجهزه نظام مبارك ما زالت قائمه. طب ما احنا عارفين، احنا عارفين ان الاجهزه القائمه هي كلها اجهزه نظام مبارك، وان القيادات اللي اتغيرت فيها هي اقليه داخل هذه الاجهزه، بدءا من الرئيس او الناس اللي عينهم اللي من ناحيه تانية بيلاحقوا بالدعايه بتاعت اخوانه الدوله، ما زالوا اقليه لا تقاس على حجم العصابات اللي موجوده. باخد هذا المعطى وبروح حاطط عليه معطى علشان اطلع بالاستدلال ده اللي هو فيه مغالطات منطقيه او مغالطه منطقيه، انه عشان اوصلك في النهايه الى هدف. ايه هو الهدف؟ انه يبقى مرسي زي مبارك. قالوا اعاده انتاج النظام السابق. واللي بيحصل ده مش اعاده انتاج للنظام السابق. لا يا فندم، ده النظام السابق كان ارحم. بالظبط. ده هم ده اعاده انتاج ما هو اسوأ من النظام السابق. الدعايه السوداء ضد الرئيس مرسي لم تستهدف الرئيس مرسي وحده ولا مؤسسة الرئاسة وحدها، وإنما كانت تستهدف هذا الشعب الذي فرض لأول مرة في تاريخه الحديث رئيسه بإرادته. دكتور مرسي شايف أن الحل هو أن يعلي سور الاتحادية بالطوب الأحمر، يبقى ما بيقراش قرآن. وإمعانا في المقارنة غير الموضوعية بين النظام الحالي والسابق، تحاول الدعاية السوداء التركيز على عائلة الرئيس واختلاق الأخبار التي توحي للمشاهد أن آل مبارك وآل مرسي سواء، لتثبيت الاعتقاد بأن الثورة فشلت لأن شيئا مما تم الثورة عليه لم يتغير. يعني الشائعات التي تناولت زوجة السيد الرئيس أيضا تدخل في إطار تشويه النموذج. أنتم تقولون أنتم إسلاميون ومع ذلك تمارسون نفس الممارسات التي كان يمارسها النظام السابق الذي تحمل مصاريف هذه الرحلة بطائرة خاصة. أيوة. ومن الذي دفع فاتورة الفندق 12 غرفة محجوزة في بلد فقير يتزايد فيه عدد الجياع يوما بعد يوم؟ من الذي دفع؟ ليس خزينة الدولة وميزانية رئاسة الجمهورية، ولا الحجة هي اللي دفعت الفلوس التي قامت بنقل الأسرة الرئيس لقضاء أجازتها الترفية في طابق الأسبوع الماضي؟ والكلام للمصر اليوم أن تكلفة الرحلة على الطائرة تبلغ 6000 دولار في الساعة. عادت للقاهرة ظهر اليوم السيدة نجلاء محمود حرم الرئيس محمد مرسي من مدينة طابة على متن طائرة خاصة، وكان بصحبتها ابنتها شيماء وزوجها الدكتور عبد الرحمن أحمد فهمي وأطفالهما علي وعائشة ومحمود. وخرجت زوجة الرئيس ومرافقها من صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص، وكان في استقبالها مندوبون من رئاسة الجمهورية ووزارة الطيران المدنية. زوجة الدكتور مرسي راحت مش عارف فين وجت منين واتكلفت ايه، طلع هذا الكلام غير صحيح. هو الحقيقة الرهان على يعني كم هائل من الأخبار الكاذبة لصنع أكبر حالة من التشويش، وعلى الأرض اختلاق واختراق الأجهزة واختلاق الوقائع وغير ذلك، بحيث ان يبقى فيه الأذهان مشوشة والأرض مليئة بالعنف والدماء. تصور من الذين وضعوا هذا السيناريو ان ده السيناريو ده هو الذي يصلح لعملية الفوضى، وليه النظرية الماركسية اللينينية القديمة اللي هي بعد الفوضى وانهيار كل المؤسسات تقوم الثورة بقى على اول وجديد، يعني على نظيف يعني، ويحكمون بطريقة معينة وغير ذلك. واحنا الحقيقة كنا شوفنا حاجة زي كده، فيديو كان منتشر في اليوم السابع عن بعض الشخصيات اليسارية اللي كانت بتتكلم في هذا الموضوع. يعني تعزيزا لمحاولة التأكيد على أن مرسي هو مبارك، وانتهاجا لأسلوب تكرار الشائعة بأساليب مختلفة، تعمل الدعاية السوداء على التأكيد أن أسامة محمد مرسي هو جمال مبارك سيتدخل تدريجيا في الحياة السياسية حتى يرث الدولة ومن عليها. ابن الرئيس مرسي. أهلا بجمال مبارك الجديد. لا جمال مين؟
شائعة كانت في الأسبوع الأول لتولي السيد الرئيس، وهي تدل على حالة التربص بشكل عام التي وجه بها السيد الرئيس قبيل اختياري حتى قبيل اختياره رئيس الجمهورية. هناك حالة تربص وما زالت هذه الحالة قائمة. هل نعود مرة أخرى بعد يوم واحد من حلف يمين رئيس الجمهورية إلى أن يكون لابن الرئيس أو لنجل الرئيس سلطات ليست منصوص عليها في الدستور؟ زعيم حزب النهضة الإسلامي التونسي كان موجود في مصر في زيارة غير رسمية، راح المطار، دخل قاعة كبار الزوار، ثم فوجئ بابن الرئيس محمد مرسي رايح يسلمه درع رئاسي. لماذا يمارس ابن الرئيس دور؟ ده احنا استوينا، ده الثورة قامت علشان ابن الرئيس. القلادة اللي بتحمل الشكر ادها له نجل الرئيس مرسي أسامة محمد مرسي. يعني فيما يتعلق مثلا بان ابن الدكتور مرسي خد قلادة النيل وراح يديها لراشد الغنوشي في مطار القاهرة، خبر عاري من الصح، كذب في كذب. وفوجئت حتى لو انا بصلح هذا الخبر وانا بقول ان يعني صاحب هذا الخبر هو الاستاذ مجدي الجلاد الصحفي المعروف، قلت طب لو سمحت يعني قول لنا جاب الكلام ده منين. فدخل علينا وقال ان ابن الدكتور مرسي اسالوه وهو يقول لكم، وهو ما كذبنيش ومش عارف ايه. فابن الدكتور مرسي كتب لي ونشرت على صفحتي ان هذا كذب وان هو معايا تماما في تكذيب الاخ مجدي الجلاد. روح عامه بتعتقد ان بالكذب هتقدر ان هي تقلب الراي العام. اعتقد ان هناك جهات عديده تقف خلف هذه الحمله القذره من الشائعات السوداء، جهات عديده خارجيه وداخليه. وعايز اقول لاصحاب القنوات الفضائيه اللي نازلين دعايه سوداء ليلا ونهارا، واصحاب الصحافه المستقله اللي نازله علينا بكل ما يسيء، عايز اقول لهؤلاء جميعا مجتمعنا المصري فاهم وواعي وقادر على انه هو يميز الغث من السمين. استغلال الدعاية السوداء في مسألة الأزمات بتتكون أيضا، لازم يتم تفكيك الحدوتة دي عشان نفهمها. تستمد قوتها من الأزمات التي يعيشها المجتمع، فقد تستغل أزمة سياسية، وقد تستغل أزمة اقتصادية، وقد تستغل أزمة اجتماعية، وتجد رواجة في هذا التوقيت. بعد ثورة كانت أبرز مطالبها العيش، تستغل الدعاية السوداء الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد التي عانت من عقود طويلة من الفساد في التخويف من إفلاس مصر. فلقمة العيش هي هم المواطن الأول، وإثارة الشكوك حول إفلاس مصر كفيل بالقضاء نهائيا على أي نظام سياسي. في غضون الشهور الأخيرة في مصر أعيد استخدام هذا السلاح تقريبا بنفس المفردات ونفس الفزاعات القديمة، عن الإفلاس الاقتصادي، عن الترويع الأمني. إشاعة بتاعت إفلاس مصر معلومة بتنطلق بين الحين والآخر، مصادر، قال مصدر رفض ذكر اسمه، ممكن يكون عم فلان اللي قاعد على القهوة تحت، يعني إنه مصر هتفلس وإن إحنا مش عارف على الحضيض وإنه وإنه وإنه. كل الذين يفهمون في الاقتصاد والمالية العامة والعلاقات الدولية يدركون أن ربما في أقل من 6 شهور نصل إلى الإفلاس. مصر يمكن أن تعلن إفلاسها. إذا كملنا كده 3 شهور بالوضع اللي احنا فيه هنوصل إلى مرحلة إفلاس كامل للدولة. هو اقتصادنا صحيح بيقول يلا حسن الختام وكلها كام شهر ونبقى على الحديدة وندور نقول لا يا محسنين. دكتور إبراهيم حضرتك قلقتني وإحنا داخلين على إفلاس من وجهة نظرك. اقتصادنا بيتدهور؟ لا، هو الحقيقة مش بيه، هو تا دهور خلاص. مصر داخلة على الإفلاس، وفي هذه الحالة تبدأ الناس تخاف وتخزن البضايع. تخزين البضايع في حد ذاته بيقلل العرض في السوق، يرفع الأسعار نتيجة يعني الكمية اللي قلت ويظهر أسواق سوداء. الناس يذهبون إلى البنوك وبياخدوا فلوسهم يقول لك أما حطها في بيتي أحسن.
شائعة أنه مصر على وشك الإفلاس، إيه مصادرها، مين اللي قالها، كلام من هنا على كلام من هنا على كلام من هنا. احتياطي النقد الأجنبي بيتآكل، قد نعجز عن سداد الديون. يعني إيه إفلاس؟ يعني لما يعني إيه الدولة تفلس؟ الإفلاس يعني أن احنا نقول صراحة لن نستطيع أن نسدد ديوننا، وده في حالة مصر غير موجود، لأن ما زال عندنا قدرة على أننا نسدد ديوننا. هل ننتظر النهاردة لحظة من اللحظات يعلن فيها إفلاس مصر؟ بقولك وصول الدين العام الى 110 تريليون مستحيل. ده 110 تريليون ده يبقى كانه احنا بعنا الهرم وقناه السويس، ما فيش مصر خلاص انتهت. ده 110 في 110 ده كبير جدا، يعني 110 تريليون جنيه ديون. في حد بيقول كده؟ ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح. الرقم الحقيقي هو 1000 مليار جنيه، يعني تريليون واحد بس. قيل يعني هذا الكلام ده رئيس الجمهوريه ونفاه في اكثر من خطاب. ان الذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون. أي دعاية سوداء من هذا القبيل هدفها العمل قلاقل سياسية أساسا، حتى يكون هناك انتفاضة شعبية ضد الحكومة، ضد رئيس الجمهورية. تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لمخاطره الشديدة على المجتمع، واللي قد تتيح بالحكومة الحالية، بل وقد تكون شرارة لثورة جديدة تقودها طبقة الفقر. طيب لما الاقتصاد يبقى بينهار ايه واجبنا؟ ما حدش بيتكلم في ده. يعني يا حاوي توت يا لهوي، الناس بتصرخ مصر هتفلس. طب اذا ماذا؟ طيب فلنفرض ان مصر فلست، احنا دورنا هيبقى ايه؟ هنقعد نلطم جنبها او نهاجر مثلا؟ ما حدش بيتكلم في ده برضو، ودي مسألة مهمة جدا جدا في الدعاية السوداء. هذه الدعاية السوداء التي ليس لها اساس من الصحة، وهي هدفها ضرب النظام او ضرب المؤسسة الرئاسة او رئيس المنتخب على وجه التحديد. عمال تقول له ان انت عاجز، وعمال تقول له ان انت هتفلس، وانه البلد مش عارف ايه، وانه كل الدعاية السوداء اللي بتحصل دي. الهدف الاساسي منها ان يكف هذا الشعب اللي متدفق في طاقاته عن انه يكمل ثورته. انا مانيش فاهم ده لاي غرض، ده لاي هدف، الا اذا كان هدفه تدميري بالدرجة الأولى. إفلاس مصر، إفلاس مصر دي كلمة ما ينفعش أنا أخدها في إطار تنافس سياسي بيني وبين حزب سياسي أنا داخل معاه في معركة انتخابية. أنا أتكلم مع الحزب السياسي التنافس السياسي ده أقول له أنت يعني السياسة النقدية بتاعتك في كذا دي غلط ودي صح، البطالة، البنوك، وهكذا. إنما أقول له أنت إفلاس مصر، طب ما أنا مصر كلها تغرق، يعني ما هذا الكلام. أنا وجدت تقصيت واستحصيت يعني استقصيت حول هذا الموضوع، وجدت أن الذين يتكلمون في هذا هم الذين كانوا محرومين أصلا من الكلام أساسا، يعني كانوا إما أن هم بيطبلوا أو بيزمروا أو بيلحسوا جزم فقط لا غير. هذا الاستخدام الرخيص للسلاح الدعاية السوداء يعبر عن حالة يأس وإحباط لدى المعسكر الذي يقود هذه الثورة المضادة، وكلما سقطت أوراق من يده وكلما انكشف كذب عديد من الدعايات يمعن ويبالغ ويرفع سقف الكذب وسقف الادعاء إلى ما يتجاوز مستوى العقل. ثم يأتي الإعلام فيلتقط الأزمات اللي موجودة ويروح طالع للجمهور المتلقي ويقول له الأزمات موجودة، ده دور مين؟ دور اللي تعهد بأنه يحلها، مش دور انه اللي بيسببها. لا، هنا التلاعب اللي هو ضمنا ومنطقيا الاعتقاد بان انا لما اشيل حسن واحط حسنين اشيل سين واحط صاد، ده في حد ذاته هيغير الاجهزه، وده وهم كبير. لكن كل الاوهام دي لما بتتربط ببعضيها بتروح خلقالك هذه المساله. من تاريخ الثورة حتى الآن الأوضاع الاقتصادية في تدهور مستمر، لا نحمل الثورة من قريب أو بعيد إنها تكون السبب عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، ولكن نحمل كل من تعهد بأنه هيشيل المسؤولية وقدها.
إذا أردت السيطرة على الناس أخبرهم أنهم معرضون للخطر، ثم حذرهم أن أمنهم تحت تهديد، ثم خون معارضيك وشكك في وطنيتهم. للسيطرة على عقول الجماهير تقوم الدعاية السوداء بإثارة الشكوك حول تعاون الرئاسة مع قطر ضد الأمن القومي المصري من خلال صفقة لبيع قناة السويس، أحد أهم موارد الدخل والأمن القومي المصري. من الذي يستطيع أن يبرم عقدا غير وطني بهذا الشكل؟ إن في صفقة إخوانية سيئة لبيع البلد للدوحة ومساعي للهيمنة على إقليم القناة لصالح مخططات أمريكية. ما النهاردة قناة السويس، بكرة السد العالي. بنتكلم عن بيع أو تأجير جزء من الوطن. الأندية بتوعنا بتوع الإخوان قال لك يا عم نتعب نفسنا ليه، ما نبيع حق انتفاع وخلاص. أول استخدام لإشاعة بيع قناة السويس، رهن قناة السويس، تأجيل قناة السويس، كان خلال سباق الرئاسة في الانتخابات، عندما أعلن هذا وقال هذا وردد هذا المرشح المنافس للرئيس محمد مرسي أحمد شفيق، هو الذي قال ذلك وقال إنها هتتباع لقطر أو هتترهن لقطر وحدد قطر على وجه التحديد، وقطر نفت هذا الكلام صراحة. الشيخ حمد بن خليفة قال تاني قطر تشتري حق انتفاع قناة السويس. احنا ما سمعنا عن هذا الموضوع الا في الصحافة او في الاعلام المصري للأسف. لم نتنت عن قناة السويس لا حتى بتطوير ولا بشراء ولا ببيع، ولا عرض علينا حتى الموضوع. لا رئيس جمهورية ولا اي مسؤول يستطيع ان هو يتصرف فيها لا بيعا ولا رهنا ولا اي تفريط في ادارتها، حتى الاجانب غير وارد على الاطلاق. فالذي يريد أن يهاجم الرئيس أو المسؤول في هذه الحالة عايز يقول إنه هو يتهمه بالخيانة العظمى. قناة السويس القيمة الكبيرة بالنسبة لنا، تاريخ، دي جهد الآباء والأجداد وعرائهم، مورد رئيسي من موارد الاقتصاد بالنسبة لمصر وللمصريين، قيمتها العالمية في التجارة ونقل العالم كله إلى مصر. تطوير قناة السويس احنا بنتكلم عن وادي التكنولوجيا عند الأنطرة والإسماعيلية في شرق الإسماعيلية في سيناء، اللي حجم مشروع كبير جدا في المنطقة دي وما حولها. لكن مسألة تأجير ولا بيع، فقه البيع ده، بيع عمر أفندي وبيع شركة أها وبيع الأرض وبيع الوطن وبيع يمكن البنادمين، ده فكرة المجرمين القدام اللي فاتوا. فاللي عنده تصور قديم متصور ان غيره بفكر زيه، احنا عايزين قناة السويس للمصريين. عندما تستيقظ الفتنة وتخرج رأسها، تسري في شرايين المجتمع عابرة طريقها، تتدافع، تزداد، وترمي بظلالها في كل مكان لتسيطر على الأذهان. تنفث سمومها السوداء، يذكيها إعلام أسود ودعاية سوداء، وليكون الدم لون الفتنة الجديد برعاية إعلامية بامتياز. بيعملوا على إحداث حرب أهلية ويساعدوا في اغتيال بعض الشخصيات الشهيرة. اللي شافته مدن القناة وخاصة بورسعيد في الأيام اللي فاتت أمر مش هقول بيهدد إن يحصل عندنا حرب أهلية، لا، دي بدايات، خلاص احنا في بدايات الحروب الأهلية. ولأن الحروب هي البيئة الأصلية للدعاية السوداء، فهي دائما ما تستدعيها وتروج لتشويهها لخلق حالة من الفوضى تمكنها من تحقيق أقصى انتشار والقضاء على الخصوم. الدعاية السوداء تستهدف الإيحاء بإمكانية أو بقرب أو بمشارفة نصر على الحرب الأهلية. إنه في يوم الخميس 6 ديسمبر 2012 صحى المصريون على الصباح الصافي الذي يتلو المذابح، كما يقول الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش. اليوم يسجل التاريخ أننا خططنا وعشنا أول حرب أهلية في مصر منذ توحيد القطرين على يد الملك نارمر مينا منذ 5500 عام. الكلام على أنه حرب أهلية ده كلام يعني ناس حاقدة لا
تراعي مغزى تاريخ ولا مغزى اجتماع ولا مغزى جغرافي. الحرب الأهلية التي يتكلمون عنها تثار الآن ويثار معها دعاية سوداء إن الرئيس المنتخب أستاذ الجامعة المحترم هو الذي أدى إلى انقسام في الصف المصري. كيف أدى إلى انقسام؟ مرسي رئيسا اللي هو محمد مرسي مرشح الحزب الحرية والعدالة أو الحرب الأهلية؟ يرحموا نفسكم وارحموا بلدكم وارحمونا معاكم، واللي انتوا بتقولوه لا ينطلع علينا ما بنسمعوش، واذا سمعناه مش هنصدقه وبنفرزه بنفلتر. فاستبعد تماما فكره الحرب الطائفيه اللي بيروج لها، بيروج لها وبتتقال وتقولها الجريده الصفراء والصحف اللي بيقولوا عليها مستقله وبيقولها القنوات اللي هي اللي احنا عارفينها، وعماله تتكلم على انه البلد مقبله على حرب طائفية. اللي حرب طائفية ليه؟ لا اجتماعيا لا ما حصلش. لو كان في حرب طائفية كانت قامت زمان في بعد بناء السد العالي بين النوبة وبين الشمال، بين الوجه البحري وبين الوجه القبلي، بين سكان المناطق الصحراوية شرقا وغربا وبين المجتمع المصري، بين سكان السواحل وبين سكان الداخل. ظهرت الدعاية السوداء وتطورت في قلب المعارك، حيث الوسائل المشروعة وغير المشروعة متاحة لإلحاق الهزيمة بالخصم. حرب بلا رصاص تسير جنبا إلى جنب مع الحرب الحقيقية، فتعمل على إلحاق الهزيمة بالخصم بالضغط عليه نفسيا وتضليله والتلاعب به، لتأتي البندقية لتكمل المهمة بعد أن تقتله الدعاية السوداء معنويا. في الحرب العالمية الثانية يعني هتلر من زعماء التاريخيين اللي بينسب له دايما أنه كان الأكثر استخداما والأكثر ذكاء في التوظيف الدعاية لصالحه وضد الطرف الآخر. وكان معه الحق أيضا تاريخيا وزير دعاياته جوبلز، واشتهر بذكائه ودهائه في توظيف الدعاية السوداء لضرب الطرف الآخر نفسيا وإحباط معنوياته. في البدايات في عندما كانت تستخدم في الحروب كان الهدف منها شل فعالية الخصم وشل إرادته وتوقفوا عن يعني تبقى حرب بلا رصاص، واستخدم في ذلك كثير من المبالغات، إثارة العواطف، إثارة النعرة الطائفية التي تعظم من هذا الجنس، تأكيد أن الفهرر تضخيم الزعيم وأنه هو الذي يعني يقبض بيديه فينقل العالم هنا وهناك. هذه المبالغات وتكرار الأسانيد والأدلة الدعائية في وقت كان الجمهور يتعامل مع وسيلة دعائية واحدة، أعتقد أن كان له دور كبير في إيهام الشعب الألماني وفي ترويع الشعوب الأخرى وفي توظيف جوبلز وزير الدعاية في تلك المرحلة لهذه الطرق والأساليب حتى يحقق المخاوف لأصحاب الدعاية المضادة. الهدف من ذلك هو ضرب نفسية الجنود للطرف الآخر وممارسة نوع من الحرب النفسية لخلق حالة من التيئيس للطرف الآخر على مستوى الجنود. هذه الحالة في الحرب العالمية الثانية تم تكرارها تاريخيا بأشكال مختلفة وبمضامين مختلفة، وتم تطوير أساليب الدعاية في الحروب التي تلت الحرب العالمية الثانية. لم تتوقف الآلة الدعائية عن إنتاج المزيد من الوسائل والأكاذيب، وشقت طريقها بين الكلمات تذيب الحقائق وتدس السم بين السطور، وتنفثها رمادا أسود تهدم اقتصادا وتشعل حروبا وتترك دمارا. فأنت بتتحدث عن صناعة موجودة في الداخل ولكن أطرافها موجودة في الخارج بشكل حقيقي جدا، يعني لن تكون متورطا في استخدام نظرية المؤامرة إذا وضعت ذلك في الحسبان. الحقيقة
أنا ضد نظرية المؤامرة وضد التفكير التآمري. لا، بس إحنا بصدد مؤامرة، إحنا بصدد تفكير تآمري حقيقي. بعض القنوات وظفت الحرية الإعلامية في حالة تتسم بالشطط وعدم توافر درجة من الاتزان والمسؤولية الاجتماعية. يعني صناعة الدعاية السوداء في المشهد المصري الآن صناعة ضخمة تقف وراءها مؤسسات وتقف وراءها ربما الشركات المتعدية الجنسيات وما كل ذلك، لأن قيمة ما ينفق على هذا النوع من الدعايات يفوق ميزانيات الدولة بكثير جدا. رؤوس أموال حتى الآن لا نعلمها، وإحنا بنتكلم وبنقول من أين أتت رؤوس الأموال. أصحاب هذه الفضائيات الذين يتكلمون ليلا ونهارا عبر المذيعين أو الإعلاميين اللي بيشغلوهم معاهم أو بيشغلوهم عندهم وبيتكلموا على الشفافية، هم أنفسهم يفتقدون هذه الشفافية ويرفضون الإفصاح عن شركتهم، أموالهم، كم أنفق، كم جاء من الخارج، كم جاء من الداخل، أسماء الشركاء، انتماءات الشركاء وغير ذلك. السلسلة طويلة. الهامات الكبيرة قوي والأقزام اللي بقوا نجوم المجتمع المصري في الإعلام، هؤلاء لو كان عندهم ذرة من الإيمان ما كذبوا وما لفقوا وما حوروا. الذين يفعلون ذلك الآن هم تلاميذ إعلام 67، يعني الذين يفعلون ذلك بأشخاصهم وبمدرستهم الفكرية، بل بالعكس يعني يمكن بقيادتهم كمان. يعني بعض هؤلاء القادة ما زال موجود على قيد الحياة، ربنا يديله الصحة طول العمر، موجود حتى الآن، بيروح له تلامذته، بيقابلوه في مكتبه، بيقعدوا معاه، بيفهموا منه يعملوا إيه وما يعملوش إيه، وأحيانا بيتدخل. يعني أحيانا أنا لاحظت أنه بشخصه يتدخل ويخرج للإدلاء بأحاديث. وأنا لا أنسى أبداً أن في أثناء انتهائنا في جمعية الدستور لوضع الدستور، خرج يعني هذا الرمز الصحفي الكبير وقال أن الإنجاز هذا الدستور معناه هو السير بمصر نحو زي الديكتاتورية أو الهتلرية أو حاجة زي هتلر أو النازية، إلى النازية يعني. فاستغربت جداً اشمعنا خرج في الوقت ده واتكلم والكلمتين دول وأهم حاجة وبتاع. فاستنتجت على طول أن تلامذته فشلوا في الإعلام، يعني تلامذته فشلوا أنهم يجهضوا عمل الجمعية التأسيسية، فكان لابد للمعلم الكبير أو للأستاذ أن هو يخرج ويصحح لهم ويزقهم ويدفعهم ويدعمهم في هذه المعركة التي يخوضونها والتي خسروها من أول دقيقة. مسفات على عقلك من التدقيق والتدبر ستقيك من الوقوع في شرك الدعاية السوداء. نوع مصادر معلوماتك وتمهل في ترديد الأخبار، فالشائعة عمرها قصير وسندها ضعيف. امتنع عن وسائل الإعلام الصفراء وقاطع أي وسيلة يثبت عدم مصداقيتها أكثر من مرة. ينبغي أن نتعايش ونتعامل ونفهم أن الدعاية السوداء وجدت لتبقى. السؤال هو كيف نتعامل معها وكيف نكشفها وكيف يكون أيضا هناك دعايات أخرى تتصدى ليها. مقاومة الدعاية السوداء على مسار الفرد ومسار الوطن تستلزم كثير من الطرق. الفرد محتاج درجة من التوعية، درجة من التنوير. أنا كمواطن ممكن أتعامل مع الشائعة أو مع الدعاية السوداء اللي هي زي ما قلنا أوسع من الشائعات على عدة مستويات. أبسط مستوى خالص اللي أنا مش محتاج فيه لشيء، إن أنا بدل ما أخد الشائعة وروجها أبتدي أتساءل، هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح؟ وصلني خبر، أبتدي أسأل الدائرة اللي حوالي، أنا فلان وصلني خبر، عندك أي معلومة لتدقيق هذا الخبر؟ عندك أي خبر من مصدر ينفي أو يؤكد؟ وأبتدي أجمع وأشوف النتيجة إيه في الآخر. إما أن أنا أصل إلى مصدر يقيني أو يقين بأن هذه المعلومة صواب أو هذه المعلومة خطأ،
أو أقول أن هذه المعلومة ما زالت تحت الاختبار. جو الخوف والشك والارتياب والغموض هو ده البيئة الصالحة أو المناسبة، بلاش الصالحة، المناسبة لتكاثر الدعاية السوداء. جو التكتيم والتعتيم وعدم وجود أفكار واضحة بتفسر لي إيه اللي بيحصل وليه، بالإضافة لوجود معلومات سليمة، بيخليني زي ما قلت لك أصيد في الماء العكر، دماغي مشوشة ويمكن التلاعب بها بسهولة، وده اللي بيحصل. المشكلة الحقيقية أن مؤسسة الرئاسة والحكومة هي الأكثر استهدافاً بالتعسفية، بحكم أن هي المسؤولة عن السلطة، بحكم المسؤولة عن قيادة البلاد، وبالتالي يجد الطرف الآخر، لأنه دايماً شوف حضرتك باختصار النقد في الحالة المصرية سهل جداً، البناء هو الصعب. كل هذه الأساليب للدعاية السوداء لم تنجح في تغيير رؤية وذكاء المواطن المصري. وعي الشعب المصري أكبر بكثير 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 من أن يستغرق داخل هذه الدعاية السوداء. لا، شعب فاهم وواعي ومدرك ومعطاء، بس بشرط أن يجد القدوة التي تحسن استثمار الطاقات اللي موجودة. إذا كانت الحقائق بعيدة غير واضحة ومشوشة، فلا تكن جزءا من دعاية سوداء.